نجعت الأمة. يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا محيي الزوار يا أبو علي، ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا نقتدي بكم ونقتفي آثاركم، فنفوز والله فوزا عظيما. أبا حسن أبناؤك اليوم حلقت، أبا حسن أبا حسن أبناؤك اليوم حلقت بقادمة الأسياف عن خطة الخسفي، ثنت عطفها نحو المنية إذ أبت. قصيدة جدا قوية للسيد حيدر الحلي رحمة الله عليه. اي نعم رحمة الله، هذا من الشعراء الذين سطروا بأبياتهم ذكرى الحسين، وأبياته جدا تحتوي على البلاغة والأدب الجم. يقول: ثنت عطفها نحو المنية إذ أبت بأن تغتدي للذل مثنية العطفي، لقد حشدت حشد العطاش على الردى. الله، لكن بيا حال هم متعطشين للموت. الإمام الحسين يقول: وجدتهم ها كالأشوس الأقعس يستأنسون بالمنية دوني. متلهفين للموت، لكن شلون متلهفين؟ يقول: حشدت حشد العطاش على الردى، عطاشا عطاشا وما بلت حشن بسوى اللهفين. هو متعطشين للموت، لكن فهم نفس الوقت هم عطاشا، أضر بهم العطش. لقد حشدت حشد العطاش على الردى، عطاشا وما بلت حشن بسوى اللهفي، ثوت حيث لم تذمم لها الحرب موقفا، ولا قبضت بالرعب منها على الكف. سل الطف عنهم أين بالأمس طنبوا، وأين استقلوا اليوم عن عرصة الطف، وهل زحف ذاك اليوم أبقى لحيهم عميد وغين يستنهض الحي لل الزحفي. كلمات قوية جدا، ها ما يتنازل، ما يتنازل للمصيبة، لا يذكر جانب البطولة أول بعدين يعرج على المصيبة. يستنهض الحي لل الزحفي، فلا وأبيك الخير لم يبق منهم قريعة وغن. الله، قريعة وغين يقري القنا مهج الصفي. شوف ما يتنازل زين، يقري القنا مهج الصفي، مشوا تحت ظل المرهفات، يعني السيوف، مشوا تحت ظل المرهفات جميعهم بأفئدة حرة إلى مورد
حتفيفة تلك على الرمضاء صرعى جسومه ويوم أولا ونسوتهم هاتيك أسرى على العجف فإن التي لم تبرح الخيد أبرزت عشية لا كهف فتأوي إلى كهفي لقد كان من فرط الخفارة صوتها يعني من شدة التستر والعفاف ما كاد يظهر لها صوت لكن اليوم لا من شدة المصيبة ما كاد يظهر لها صوت فإن التي لم تبرح الخيد أبرزت عشية لا كهف فتأوي إلى كهفي لقد كان من فرط الخفارة صوتها يغض وغض اليوم من شدة الضعف أنا بقيت محيرة وأصفي جبلي يدي لا عباس يبرى لي ولا حسين يضربوني من ابكي وتدمعي العين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون قال أمير المؤمنين وسيد الوصيين وإمام المتقين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه إن الله افترض عليكم فرائض فلا تضيعوها ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها وحد لكم حدودا فلا تعتدوها وسكت لكم عن أشياء ولم يدعها نسيانا فلا تتكلفوها طيبوا أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم على محمد. تكلمنا قبل ليلتين ثلاث إن من أسباب التخلف والتعاسة في الحياة الدنيا وكذلك أسباب دخول الناس إلى نار جهنم هو أمران الأول الجهل الثاني الفقر وفصلت في بعض المسائل وقلنا الجاهل يجب أن يتعلم ثلاثة أمور الأمر الأول القضايا العقائدية الأمر الثاني القضايا الفقهية الأمر الثالث أن يتعلم القضايا الأخلاقية والآداب والسنن فالليلة إن شاء الله نتكلم عن الأمر الثالث لأن تكلمتنا في الليالي السابقة عن القضايا العقائدية وتكلمنا عن القضايا الفقهية بقى هالموضوع هذا قضايا الآداب والسنن طبعا أمير المؤمنين سلام الله عليه في هذه الكلمة اللي صدرنا بهالمجلس إن الله افترض عليكم فرائض فلا تضيعوها ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها وحد لكم حدودا فلا تعتدوها الإنسان يجب أن يتعلم الفرائض ويأتي بها ويعرف المحرمات والنواهي ويتركها
ويعرف الحدود والآداب ويلتزم بها. الآداب والسنن يعني شنو؟ شوفوا مولانا، يعني الآن يأتي لك بمولود، يرزقك الله بمولود، هذا المولود لما يجي للوجود شلون نتعامل وياه؟ أنا بكرة أنبأ أتزوج، شلون أتعامل مع الزوجة؟ أنا عندي أب، شلون أتعامل مع الأب؟ عندي ابن، شلون أتعامل ويا الابن؟ عندي جار، شلون أتعامل مع الجار؟ عندي ماتم ورئيس ماتم، شلون أتعامل مع أبو الماتم وفي الماتم؟ أكو آداب وسنن لكل تصرف إحنا نقوم به بالحياة. الحين مثلا الله رزقك مولود، اول ما انت تجي شنو من الاداب؟ اول ما تسأل يستحب تسأل عن هاي المسألة، اسوي هذا المولود صحيح سالم بعافية بخير؟ هذا اول سؤال تكون تسأله، مو تسألها يا بت بنية لو ولد، هذا مو لطيفة. شوف انت اسأل اول شيء شلون صحته، لا يكون بعيب، لا يكون بنقص خلقي والعياذ بالله. تلاحظ شلون اسوي؟ الامام زين العابدين سلام الله عليه عندما يؤتى له بمولود اول ما يسأل ده السؤال، اسوي يعني سوي الخلق، واضح؟ بينما احنا او اكثر الجهلاء، ها شيابت بنية لو ولد، شوف هذا مو لطيفة. زين الحين ولد لو بنية، هو الله يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وأناثا ويجعل من يشاء عقيمة. هذه قضية ولد لو بنية، مو بيدك خالي، بيد الله عز وجل، الله هو اللي يهب. تلاحظ شلون؟ وفي مسألة علمية وهو قضية الولد والبنت، هي عليك انت، لأن المرأة هي بمثابة الحرث، المرأة هي مزرعة، إش ما انت تبذر بيها يطلع، واضح؟ فمو من المرأة، هي مو تقصير من المرأة، يا بت ولد لو بنية، هي المرأة ما لها دخل في القضية هذه، هذه بمثابة حرث. شو تقول الآية؟ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، هي حرث، واضح؟ فأنت شما تزرع يطلع. اي نعم، فأنت ما تقدر تلوم البنية أو تلوم المرأة، أنت بس تجيبين بنات، مو لطيفة، هذا مو من الآداب والسنن. مثلا أنت يا المولود تسأل أسوي، بعدين يستحب أن تؤذن في اليمنى وتقيم في اليسرى، شقد لها هذه آثار على الطفل نفسه، لما يكبر ذا الطفل يصير عنده حنية للدين، حنية للأخلاق. وكثير من الناس ولدوا كفارا، وقصص موجودها، بس أذنوا سبحان الله، فد واحد مؤمن راح هناك وأذن في اليمنى وأقام في اليسرى، هذا من كبر كافر هو، بس يحب المتدينين، يحب المجالس الحسينية، يحب الكذا. هذا غاندي، غاندي رجل كافر هو، بس هو نفسه يقول اني تعلمت من الحسين كيف اكون مظلوما فانتصر، واضح؟ شي يبع الحسين هذا، ها هذا بغير وادي، بس جذوره ممكن تكون جذور سليمة. او وهب ابن حباب الكلبي، هذا مسيحي، تلاحظ شلون؟ أمها مسيحية وتوى متزوج، مر الحسين في قابلية كانت. هذه القضايا لا تستصغرون بها، هذه لها أثر كبير على حياة الإنسان مستقبلا. مثلا يستحب العقيقة للمولود، إن أنت يوم السابع من ولادة المولود تشتري خروف، إذا الولد ذكر تشتري خروف ذكر، إذا المولود أنثى تشتري خروف أنثى وتذبحه، وأكو دعاء خاص تدعو بأثناء الذبح،
اللهم اجعل هذه العقيق عظامها عن عظامه ولحمها عن لحمه وشعرها عن شعره. شنو فائدة العقيقة؟ تدفع البلاء عن الطفل، واضح شلون؟ تدفع البلاء عن الطفل. علاوة على ذلك انت من يجي لك مولود، شوف فلسفة الآداب، ها من يجي لك مولود هذه مناسبة حلوة، انت تفرح والله نحن صرت ابو وهذا صارت امي وابويا صار جد، هاي مناسبة حلوة فرح بيها. ففي مناسبات الفرح جيد ان يكون هناك اطعام الطعام، فانت من تسوي عقيقة وتدعو الجيران والاخوان لملمتهم، لملمت الشمل، الا ما شايف انك صار لي اسبوعين ولا صار لي سنة من الاخوان لهالمناسبة هذه اجي البيت، هم صارت صلة رحم، هم لما الاصدقاء اجوا فرحوا دعوا، واضح لما واضح؟ هاي فلسفة. زين ايش قد هني الاخوان من يجتمعون والارحام من يجتمعون والكذا والاعمام والاخوال يجتمعون والجماعة الجيران يجون، لما انتم تتشاوفون تقبلون بعضكم بعض، تصافحون بعضكم بعض، تتقوى الروابط الاجتماعية، تتقوى العلاقات الاجتماعية. اللي واحد بيه شوية حقد في بقلبه روح الحقد، ينسل الحقد، واضح؟ هذا ذبحة خروف واحد إليها هلقد أهداف. مو بس العقيقة، يستحب لختنة الطفل، شوف يستحب ختان الطفل، ويشترط عندنا في الطواف أن يكون الشخص مختن، يعني هاي الآداب بعض أوقات تجب إذا كانت مقدمة لعمل واجب الختان. ويستحب الإنسان هم كذلك أن يذبح خروف حتى للختان الطفل، واضح شلون؟ هناك طال عمرك 5 خرفان مستحب للإنسان المؤمن أن يذبحها بحياته، 5 خرفان. الخروف الأول العقيقة، الخروف الثاني وهو ختان بمناسبة ختان الطفل، الخروف الثالث ليلة العرس مستحب الإنسان يذبح خروف ويطعم المؤمنين، الخروف الرابع عند شراء الدار الجديدة، الخروف الخامس عند رجوعه من أداء الفريضة الحج. شوف هاي 5 خرفان وكلها مناسبات حلوة، ولادة الطفل مناسبة فرح، ختان الطفل مناسبة فرح، ليلة العرس مناسبة فرح، مولانا شراء الدار مناسبة فرح، الرجوع من مكة مؤدي وظيفة شرعية، ها تفرح ان الله وفقني اديت هالوظيفة. شوف الاسلام بهالآداب هم شو في انا الانسان، هم عودني على الكرم والبذل والعطاء، لان الانسان بطبيعته بخيل، واضح؟ وكان الانسان قتورا. شلون نعالج البخل عند الانسان؟ عن هالطريق، عن هالآداب والسنن. تلاحظ شلون لما انا اذبح 5 خرفان كل خروف 20 دينار يسوى، انا سويت طهرت رذيلة البخل من نفسي، جمعت المؤمنين الارحام الاقارب، تلاحظ شلون؟ وهكذا دواليك. فالاداب والسنن الالتزام بها اليها مغزى اجتماعي، اليها مغزى اخروي، تلملم الجميع. فالانسان بحياته يكون يتعلم هالامور. حتى الفقهاء يقولون اذا واحد، نفترض انا ابويا ها ما سوى لي عقيقة، يعني ما يدري بالقضية وما يفتهم المسألة، ما حد خبره، يستحب لي انا الولد ان اعق عن نفسي، حتى لو انا حين عمري 40 سنة يستحب لي ان اعق عن نفسي، يعني لا يسقط الاستحباب، الاستحباب باقين، واضح شلون؟ هذه فلسفة آداب وسنن. انا الان عندي اب، شلون اتعامل ويا ابوي؟ اكو هناك آداب وسنن. مثلا يكره ان الانسان ان يحد بصره في وجه ابيه، لا تكذبوك كز كذي تسمر عيونك، في مكروه ده الحكي. عندنا في الحديث النظر الى وجه العالم عباده، في حديث اخر النظر الى وجه الوالد عباده، اذا نظر اليه بنظرة ترحم وتعطف و
الحنية. مكروه ان الانسان يكز ويسمر عيونه في وجه ابوه. شايف رواية بس قبل لا اقولها، صلوا على محمد وآل محمد. الرواية اسمعها اسمعها. من نظر، اسمع كلش الرواية هذه شوية خشنة، من نظر إلى أبويه نظر ماقت، يعني نظر فيه مقت وكراهية وبغض، من نظر إلى أبويه نظر ماقت وهما ظالمان له، مع أن أبوه وأمه مقصرين وياه وفي حقوقه، شنو يقول الإمام الصادق؟ اسمع آخر الرواية، من نظر إلى أبويه نظر ماقت وهما ظالمان له لا تقبل منه صلاة. صلاة ما تقبل. هذا اللي ينظر إلى أبوه نظر حقد ها وكراهية، مع أنه مقصرين في حقه، هذا صلاته لا تقبل. هذا شقد مهمة السالفة، احنا شقد مبتلين بالقضايا هذه. انا عارف يعني مشاكل للأسف الشديد، الابن يعتدي على امه، يعتدي على والده، يسبه يشتمه يهينه، وصلت الحد الى ان يضرب والده. اي نعم، يتفل في وجه ابوه. اي نعم، للاسف الشديد، ومسلمين وكذا، ولطيف. هذا مو من الاداب والسنن. في الحديث عندنا، وقروا كباركم وارحموا صغاركم. رجل شيبه، انا احترم هالشيبه هذه، واضح؟ الصغير ارحمه، ما اخلي ولدي حمار طاحونه في البيت. روح يب خبز، روح يب نخي، روح يب باقله، روح يب كذا، مسوينا خادم، مستعبدنا عباده. هذا مو صحيح، مو لطيفه، واضح شلون؟ يعني بمقدار متعارف معقول. اما انا اول الصبح الظهر، يا اخي هذا يبلي شوية راحة نفسية، يبلي مدارات شوي شوي عليه، مو تاخده بعنف، لا، اخده بالمنطق، بالهدوء، بالحكمة، بالتعقل. هذا الشكل الأصول. عندك خبر مكروه، شوف هاي من الآداب والسنن، مكروه ان الانسان اذا عنده حاجة ان يطلبها من الاخرين، مكروه. ليش؟ لان فيها تقطير لماء الوجه، لان فيها نوع من الذلة والهوان. انا بالاخير من اطلب الحاجة من عندك، طلب الحاجة يعرض ماي وجهي للإسالة. مكروه ان الانسان يطلب حوائجه من الاخرين. في جماعة مروا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا لنا بنروح الجنة يا رسول الله، ونبيك تضمن لنا الجنة. قال ان شاء الله بس بشرط واحد. شنو الشرط؟ قال اضمن لكم الجنة على ان لا تسألوا احدا من الناس شيئا. صعبة 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 حقيقة. احد المراجع رحمة الله عليه ينقلون في احواله، هذا اذا كان قاعد على السفرة مثلا، أولاده هم اللي قلوا إلي يعني، قالوا يقعد على السفرة، شوف فد مرة قام 75 سنة عمره، رجل مرجع تقليد، صاحب تأليفات، الناس قلدونه ومعروف زين، مولانا مرة واحدة يقوم من على السفرة رايح المطبخ جاي، شنو بيده مملحة او بيده قلاص ماي. يقول لاولاده كان قلت لنا احنا نودد نسوي ذا الشيء، احنا نقوم لك اني بالمملح عليك، ليش انت تقوم؟ يقول بعد هكذا
أدبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف أبوه عند 12 ولد يقعدون على السفرة ما يقول لهم يبوا المملحة، ما يصدر صيغة أمر يبوا مملحة. هذا أحد أولاده ينقل إليه يقول إذا كان يبي يأمرنا بشيء ما يصدر الأمر بصيغة أمر يجيب ملح يجيب ماي يجيب، لا يجيبه بصيغة اقتراح. أقول والله من الأفضل أن يكون مملح على السفرة، لا بأس أن يكون الماء على السفرة، هالشكل صيغة اقتراح، ماكو أمر. هذا آداب، هذا سنن. أنت تعرف هالكلمة دي تخجل الطفل تخجل الصبي، هذا إذا ما يحترمك يقوم يحترمك لما يشوف فيك هالأخلاق هذه. هذا آداب وسنن، واضح شلون؟ إحنا لازم أبنائنا زوجاتنا نسائنا جيراننا لازم نفتح لنا مادة تعليم آداب وسنن، لازم. ولا كثير من المشاكل كثير من الأغلاط محاكم ممتلية، ليش؟ لأن ماكو آداب وسنن، ما حد ملتزم بالآداب والسنن. أنا مرة واحدة كنت أقرأ في بلاد القديم سنة 92، الحكي هذا قبل 10 سنين، كنت أتكلم عن موضوع شنو الأشياء اللي تزيل الغم. إحنا كل واحد من عندنا مهموم ومغموم، صحيح لو لا؟ يعني أي واحد تفتش عن قلبه لو مديون، لو زوجته غلطانة عليه، لو هو غالط على ولده، لو البناي مسوي كذي، لو مديون، يعني 50,000 مشكلة عندنا. مهموم الواحد يصيده غم طبيعي يعني. ففي وحدة اتصلت فيه، أنا طبعا من الأمور اللي استشهدت بها مما يزيل الغم هذا الذكر، إن الإنسان يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذا الواحد يقول هذا الذكر الله يزيل غمه، ليش؟ لأن الآية بعدها تقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. عدل ولا؟ وشلون غم؟ هذا يونس مخلين ببطن الحوت يا أخي، أنت تصور يودونك سجن انفرادي مثلا متر في متر ونص، يعني بعض السجون الانفرادية جدا ضيقة، يعني أنا مجرب السجن الانفرادي مجربنه لمدة أيام معدودة، يا أخي يضيق عليك الدنيا، التواليت وراك، لا أكل عدل لا شرب عدل، أذية، يعني يضيق بك الدنيا. من أشد أنواع التعذيب وهو السجن الانفرادي حقيقة. يعني انت مولانا بالبيت اذا اولادك وزوجتك ما حد وياك تستوحش تتضايق، تمام يومي تمام زين، هذا ببطن الحوت، ببطن الحوت. يعني تتصور واحد ببطن الحوت والحوت يسبح به، فنادى في الظلمات، اي ظلمات هذه؟ ظلمة الليل، لان الليل في ظلمة، والبحر هم في ظلمة، وظلمة البحر، والظلمة الثالثة شنو؟ ظلمة بطن الحوت. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هذا كنت أتكلم عن الآية. أنا في وحدة سمعت المحاضرة فاتصلت بي تليفون، شوف المشاكل تنحل لكن لازم يتصدى لها واحد خبير عنده خبرة. على كل، قالت لي يا شيخنا أنا حقيقة عندي غم لكن إيش ما أقول الآية هذه ماكو فائدة. قلت لها أنت شنو مشكلتك؟ قالت والله أنا عندي زوج ومختلفة وياه، طبعا ما داخل عليها يعني مجرد عقدها، ومللنها ومرمرنها وكذا، والمهم أكو بعض القضايا ما أريد أقولها، وراحت القضية المحكمة حتى ان والد الزوجة مستعد يبذل 3,000 دينار للمحامي حتى بس يخلص الموضوع. جو لينا قلت لها وين زوجك؟ قالت هاي رقم تليفونه وذاك متعنتر.
تعرف بعض الشباب مغرور شوي. انا اتصلت في تليفون قلت له مولانا انا فلان واحب اقعد وياك شوي دردش، يعني من اكرمكم عند الله اتقاكم لتعارف والى اخره. فقلت له انت عندك اختلاف ويا زوجتك؟ قال لي بل. قلت له هذا القران تقبل به؟ قال بل. قلت له اكو ايه بالقران تقبل بها؟ قال بلي. امساك بمعروف او تسريح باحسان؟ قالوا ما اقبل به. قلت له انا بقعدك وياها وما حد وياكم، انت اختار لو امساك معروف او تسريح باحسان وفي امان الله مع السلامه. قالي ما عليه. والله قعدناهم، قلت لهم لا حد يتدخل لا اب زوجه لا احد، لان التدخلات الخارجيه تعفس. واضح؟ قعدنا وياهم خلال ساعة انتهى الموضوع، خلال ساعة واحدة اختاروا تسريح بإحسان وهي بعد ما مو بدخل عليها. المهم تزوجت البنية الحين ويابت أولاد، وهو بعد راح تزوج ويابوا له أولاد، وحين كل ما يشوفني يقول بركة الله وبركتك انحلت مشكلتنا، ولا لو ما انت دخلت ان كان لحد الآن مشاكل ومحاكم وملاجج ومعاند. واضح لهم في ممكن نحل مشاكل بكيفية الآداب والسنن. واحد لازم يقعد. ليش الله يقول فحكم من أهله وحكم من أهلها؟ إذا صار شقاق بين الزوج والزوجة ها وحدية وكذا، بابا لا تطلق أنت، القاضي بعض أوقات تشيل القضية بسرعة يطلق الموضوع، لا في مجال للإصلاح. ليش الله يقول فحكم من أهله وحكم من أهلها؟ هالحكمين يجون يبحثون عوامل الإصلاح يصلحون. واضح شلون؟ بس للأسف احنا ما ملتزمين لا بآداب وسنن ولا بقوانين إلهية، نمشي على هوانا. خدا تمشي على هواك تفضل، هذا الفشل وهي التعاسة. واضح شلون؟ فلازم احنا يكون عندنا منهج تعليمي للآداب والسنن. هي هذه يكون عندنا سعة صدر. أنا بأصير رئيس على الناس، حاكم، رب عائلة، رئيس ماتن، رئيس جمعية، حتى رئيس دكان وعندك عمال، إذا ما عندك سعة صدر ما تنجح. الحديث شو يقول الإمام عليه السلام الله عليه؟ يقول آلة الرئاسة شنو؟ سعة الصدر. كل شيء له آلة، النجارة لها آلة، الحدادة لها آلة، القيادة الناجحة إليها آلة اللي هي سعة الصدر. سعة الصدر تنجحك أنت، آلة الرئاسة سعة الصدر. تبي تصير رئيس لازم يصير عندك سعة صدر، لازم تتحمل الجاف الجاهل، هذا غلط عليك بحشاية تحمله. لاحظ شلون تحمله، لا تهيج بي، لا تصير حساس. على أقل كلمة تزعل، على أقل كلمة تصير حساس، على أقل كلمة ايش اسمه تسوي لك احقاد وكذا. لا خليك مرن، وهذا صعبه بين. انا بعد وقت ما عندي، الحديث حلو والتحليوين ومؤمنين ها، بس لازم اقورس بعد. اي نعم. الحسين سلام الله عليه، الحسين في مسيرة من طلعت المكة إلى أن وصل كربلاء. شوفوا التزم بمنهج الآداب والسنن، دائما يراعي الآداب والسنن. في زرود مثلا، في زرود جلي رجلان أسديان وعدهم علمان أسودان، شنو الخبر؟ قالوا ما خرجنا من الكوفة إلا والحبال بأرجل وأيدي مسلم بن عقيل ويسحبان في الأسواق. خبر مزعج، اتألم الحسين. الراوي يقول ارتج الموضع بالبكاء، الكل بكوا. يا أخي يقتلونه، يرمونه من أعلى القصر ها، ويأخذون الحبال بأيدي مسلم وهانوا وجرجرونهم بالأسواق، وسحبا تجر بأسواقهم،
ألست أميرهم البارحة؟ الحسين جدا انزعج، شوف آداب المصيبة. الحسين سلام الله عليه يقولون راح لزينب، قال علي بحميدة بنت مسلم، طفلة 8 سنين عمرها. زين، يقولون الحسين في رواية أخرى أخذ يتخطى الأطفال، من وصل للطفلة سوى الحسين يابها أسكنها في حجره، فأخذ يمسح بيده على رأسها. يستحب أن تمسح إيدك على رأس اليتيم، ما فاجأها بالمصيبة، ما أوجع قلبها بالمصيبة، لا، سالت الدموع كل مسيل. الحسين أخذ يكثر من قول إنا لله وإنا إليه راجعون، لكن ما واجهها، أخذ يمسح بيده على رأسها. مستحب تمسح رأس يتيم، يتحنن قلبك على اليتيم. الطفلة يا أخي هالمسحة الرأس مو قطرة، أكو شيء صاير شيء. الحسين ما يبي يعلمني، ها يخاف علي، ها. فقالت عم حسين هل أصيب والدي بسوء؟ لا يكون صاير شوف أبويا وأنا ما أدري، ها علمني قول لي، ها. الحسين ما فاجئها، قال لها أنا أبوك، أنا أبوك وأخواتي عماتك، آه، وبناتي أخواتك، أنا قلبي اللي جم وأنا فطنك، وعندي علامة مستبينك، أنشدك يا عمي بوي وانا شغبت طالت علينك، والكوفة هاليها خوينا لو داروا عليه من يعين. صبرها الحسين، ها لا تخافين احنا وياش، ها. لكن قالت له اني اخشى ان افقدك كما فقدت والدي. لم يبكها عدم الوثوق بعمها، كلا ولا الوجد المبرح فيها، لكنها تخشى ان تبقى يتيمة عمها وابيها. عوداي 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 نشدنك يا عمي وين، عوداي عوداي يا نذايب لمن الهضم، عوداي عوداي يا نترجى الليالي بيك، عوداي عوداي وخاف من الثنين تخون بي، اي والله وخاف من الثنين، يا يا ندخون بيا يا 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 الله تقبل أعمالنا، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم شافي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، واقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. وإلى أرواح موتى المؤمنين والمستمعين والمؤسسين لهذا المجلس الشريف، رحم الله من أهدى ثواب الفاتحة قبلها صلوات.